اتجوز واحده 24 ساعه بس، يعني احنا رحنا انا هو اتجوزها اخر رحله طلقها. فاكر انت دي؟ ده مجنون اتكلم ولا ايه؟ لا خرب راسي. بقول لك ايه؟ اتكلم طيب عشان اوعى تضربني. لا مش هلحق. اتجوز مين؟ واحده في لبنان 24 ساعه. ليه؟ وعيب يا نجم وبتاع. مش هلحق اعرف اسمها، مش هفتكر اسمها. قمر 24 ساعه. قمر وليه 24 ساعه بس؟ كنا رايحين هو ما بيعملش حاجه حرام ابدا في حياته. المهم رحنا برنامج، فهي كانت قاعده سوري مع الجمهور كده. قال ولا شايف المزه اللي هناك دي؟ قلت له اللي عماله تبص لي. قلت له انا ببص لي انا من هنا شمال يمين ببص تلاقيت ايه؟ قال لي طب بص عايز تعرف ان انا راح جايبها، راح واخد التليفون وبتاع. قال لي بقول لك ايه؟ بعد ما خلصنا البرنامج لقيته واقف على جنب كده. قال لي بقول لك ايه؟ البنت جايه لنا على الفندق. قلت له مين؟ يا ابن اللعيبه. قال لي والله جت اتريها يا بنت يعني. فقلت له انا معجبه بيك وبحبك. بقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ هي بتحب بتحب العضلات بتاع كمان من هنا لهنا بتاعت اتجوزها فين؟ هقول لك اهو دلوقتي الحكايه. لو استها في الاسانسير انا بطلت تدخل عايش. رحنا جايبين رحنا جايبين طلقتها في الدور الثالث. انا مش عارف بقى لوحده اكنه حبابه سعد. احنا ما سافرناش لبنان مع بعض. بقول لك ايه؟ ده اللي يكفي بقى. بقول لك ايه؟ اسمعني بقول لك عليه والله يعني الوحيد اللي احنا انت مش لازم تسافرناش مع بعض لبنان. بقول لك ايه؟ والله ما سافرنا مع بعض لبنان خالص. يعني ما جبناش محامي وكتبنا ورقتين يا نجم. ورقتين هو لبنان فيها ورقتين. ورقتين مش محتاج تكتب يا سعد. مش هدبس نفسي بوثائق يعني. انا بقى انا لا ما هو قال ان انت بتعمل. انا ما رضيتش يا استاذ، انا ما رضيتش اقول كده عشان يعني شكلك. هو جواز ال 24 ساعه ده مش حرام؟ ده يعني لا دلوقتي انا بتكلم بجد بجد. عامل كده لا يا شيخ. 12 الظهر احنا 12 الظهر واحنا ماشيين. قال لا معلش مش هينفع. طب انت عارفاني من زمان. وبعدين بقول لك ايه؟ انا اخلاقي ممكن اعمل كده؟ حسيت انه عارفها بيحبها مثلا بقاله 50 سنه. سعد ايه رايك فيها؟ انا بحبها. قلت انت لسه عارفها دلوقتي؟ هل اللي بحبها قعد تقول له انا بحبك من زمان وافلام واحمد زكي وقعدوا الاثنين يكذبوا على بعض. قعدوا يكذبوا على بعض وفي الاخر جبنا واحد كده. سعد بصراحه شديده. بصراحه شديده. البس النضاره دي احسن. لا لا بصراحه شديده. انت بتغير من محمد لطفي؟ على يعني غير سوري على ايه يعني؟ يعني انا ملاحظه ان انت من ساعه ما قعدت ردودك كلها في محاوله كده لتشويه. شفتي قال لك ايه على ايه؟ ايه؟ ركزي لو انت عديتيها كده وخلاص. ايه؟ عديت انت الموقف خلاص. بس قال لك على ايه يعني؟ وانت كملتي شويه عضلات. والله شويه عضلات والامانيوم اللي بيعمل. مش عايزه اوقع بينكم. لا مش عايزه. عايزه اكمل الحلقه. مش عايزه يحصل خلاف يعني. اتفضلي. يعني مش عايزه يحصل قفش فبعدي. هعمل ايه؟ حقنتين والله العظيم. بقول لك مره اتجوزت في ربع ساعه. الحكايه الجايه بقى في اشاره. لا لا والله ليه ليه في محاوله. هتعادي من شلتت العربيه. يلا تعالي. لا من ساعه ما قعدت والله العظيم بكلم جد. ليه في محاوله ان انت تشوه محمد لطفي؟ لا لا بالعكس ده استاذ. انا مش انا يعني واحد بندعي بالموضوع. بياخد خمره وهو بيعمل بوكس واتجوز واحده 24 ساعه وانت نجم اكتر منه وهو بينحت وبتجيبه عندك في افلامك واكل العيش وانت بتمثل احسن منه وتغير منه على ايه؟ غصب عن الواحد حتى لو ناجح ممكن يكون عشان هو جسمه احسن مثلا او عنده قبول. حونتين حضرتك. لا بجد بجد. بص حضرتك بجد بتكلم جد. انا عشان بحب محمد لطفي استاذي بكلمك بمنتهى الصراحه. بقى استاذك دلوقتي؟ ما هو استاذي طبعا. اللي انا بحكولك ده. طيب ازاي سعد؟ هو فرق السن. خايف تتضرب بره. لا لا والله فرق السن بس اكتر. انا بحبه. فرق السن؟ فرق السن. ليه انت عندك كام سنه؟ اكيد انا يعني واحد اللي جايب عندي 30 سنه ان شاء الله. واحد جاي. ايه يبقى عنده 30. وانت عندك كام سنه؟ لا اكتر من كده بكتير. كام يعني؟ انت عارفه؟ لا مش عارفه. انا اقول لك شامبونتي وعارفه. واحد واحد يبقى 51 سنه اللي جاي ان شاء الله. واحد واحد لو انا مواليد واحد يعني واحد اصل انا ما اعرفش في التواريخ يعني. واحد واحد اللي جاي يبقى 51 سنه قصدي السنه الجايه. يعني محمد لطفي اكبر منك ب 21 سنه بالظبط. 21 سنة؟ ده بيمثل من ايام استاذ محمد فؤاد ما كان عامل شعره كيرلي كده. كيرلي ده قديم قوي استاذ محمد. ده قديم قوي بجد. عندك كام سنة بجد يا محمد؟ انت شايفة ايه؟ لا انا عارفة ان انت مثلا 42 حاجة كده. لا اكتر من 42. 43 44 45. ما كدبتش. هو داخل على ال 50. امال حضرتك بتكدبيني ليه؟ بقول لك اخويا وانا عارف. انت عارفه لو تطفي الكاميرات صغير عنده 30 سنه.
لا واحد لا 29 لا اللي جاي اتغدى 29 27 ولا كام؟ لا لا واحد لا اللي جاي ده واحد واحد افتكر بس يا سعد. يا نهار اسود، ده انت شبرك كلها هتعلقك النهارده. انا مش هعمل حاجه، انا هسيب ايديا كده.